وقوله تعالى وهو العلي الكبير، الكبير من أسمائه عز وجل، ويجب أن يؤمن بهذا الاسم وبما يقتضيه من صفة تليق بجلاله وعظمته. قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. ولذا من وجد فيه صفة الكبر والتعالي فإنه رام أن يكون مثل الله عز وجل، فيخنعه الله عز وجل ويذله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن أخنع، يعني أوضع، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام ما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولذا اليهود لما أخذت الكبر طريقا لها غضب الله عز وجل عليها، وكان مصيرها أن قال عز وجل كونوا قردة خاسئين، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذه الذرة بمقدار النملة الصغيرة، فما ظنكم بمن امتلأ قلبه كبرا وعلوا. وإذا رأى الإنسان غيره ممن يولد تذكر حقيقة واقعه وأنه قد خرج من مخرج البول والحيض، فكيف يتكبر ويتعالى.